بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، الآيتين. وقد فرغنا من تفسير الآيتين، وتناولنا في الحلقات السابقة شيئا من فوائدهما، ونواصل الآن بقية الاستفادة من الآيتين. ووقفنا عند قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، وقلنا إن هذا يدل على وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، الولي المسلم، لأن الله قال: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، فتجب طاعة ولي الأمر المسلم حتى ولو كان عنده ما عنده من المخالفات والظلم ما لم يخرج عن الإسلام. وهذا يحكمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد. و تحريمه صلى الله عليه وسلم للخروج على ولي الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقلنا إن الصبر على جور الولاة والصبر على ما عندهم من مخالفات دون الكفر، الصبر على ذلك أولى من الخروج عليهم، لما يترتب على الخروج عليهم من المضار التي هي أكثر من مضرة الصبر على ما يحصل منهم من ظلم أو مخالفات شرعية لا تصل إلى حد الكفر. والمراد بأولي الأمر كل من تولى أمر المسلمين وتمت بيعته، سواء بالاختيار من أهل الحل والعقد أو بتغلبه بسيفه، فإنه إذا تمت بيعته من أولي الحل والعقد صار وليا للأمر، تجب طاعته. وكذلك نوابه من الأمراء، فإنهم تجب طاعتهم تبعاً لطاعة ولي الأمر العام. وكذلك العلماء، فإنهم من أولي الأمر، فتجب طاعتهم والأخذ بأقوالهم ما لم تخالف الدليل. فهم يدخلون في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنها ولاية الأمر تتناول بالدرجة الأولى الولاة والأمراء، وتتناول كذلك العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الحد الذي يطاع فيه ولي الأمر، وهو أنه يطاع في كل ما يأمر به وما ينهى عنه ما لم يأمر بمعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا تجوز طاعته فيها، وتبقى طاعته فيما عداها. فليس معنى أنه لا يطاع في المعصية أنه تنحل طاعته نهائيا، وإنما لا يطاع في تلك المعصية فقط، وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية.
وقد جاء في الأحاديث الوعيد على من شق عصا الطاعة وخرج عن الجماعة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فمعصية ولي الأمر فيها وعيد شديد وفيها خطر عظيم، لأن ذلك يتعدى ضرره على المسلمين، فهو معصية وفي نفس الأمر هو إضرار بالمسلمين. فلذلك يجب على المسلمين أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم، وأن يبقوا على السمع والطاعة مهما حصل من ولاة الأمور من مخالفات ما دامت لا تصل إلى درجة الكفر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يجب أن يعلم وأن ينفذ. ولذلك نجد أن الأئمة رحمهم الله يدرجون هذه المسألة في مسائل العقيدة، ويرون الجهاد مع ولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا، ويرون الصلاة خلفهم، ويرون أنهم يقيمون الجمعة والجماعة ويصلون خلفهم. هذا هدي الإسلام وعمل المسلمين. ثم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المخاطب بهذا هم الرعية، بعدما خاطب الولاة في الآية التي قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، خاطب الرعية فقال إن الله يأمركم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب في موضوع الآيتين كتابا مستقلا اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بناه على هاتين الآيتين الكريمتين، وهو كتاب مشهور ومعروف ومفيد. وفي الآية وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وجوب الرد إلى كتاب الله والسنة رسوله لحل المنازعات والخصومات في جميع الأمور، في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في كل نزاع يحصل بين المسلمين، سواء بين الراعي والرعية أو بين الرعية أنفسهم فيما بينهم، فيجب الرد إلى كتاب الله في كل خلاف وفي كل نزاع. وفي هذا رد على الذين ينادون الآن باحترام الآراء، احترام الرأي الآخر كما يقولون، وأن كلا له رأيه، وهذا لا شك أنه نقض لبناء الإسلام، فإن الإسلام يريد الاجتماع والاتفاق والوحدة بين المسلمين،
ولا يريد أن يبقى كل على رأيه وكل على نزاعه، بل يرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ويحسم النزاع ويرجع المخطئ إلى الصواب. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.